السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا اليوم. أجواءنا اليوم أجواء شديدة الحرارة، في هذه اللحظة تتفاوت درجات الحرارة في مختلف مناطق البلاد ما بين 46 و 49 درجة مئوية. سجلت على درجات أعلى درجة حرارة في يوم أمس 51 درجة مئوية، ومتوقع أن تصل إلى هذه الدرجة اليوم، كذلك يوم غدا السبت. أما بالنسبة للأجواء الحالية في مدينة الكويت، ارتفاع في درجات الحرارة واضح، وكذلك جفاف في الرياح 11% الرطوبة النسبية. الحرارة الحالية في مدينة الكويت وضواحيها 47 درجة مئوية، سرعة الرياح 15 كيلومتر في الساعة، ولا تزال نشاط الرياح مستمر خاصة على المناطق الغربية من دولة الكويت. الآن في منطقة جال الرياح تجاوزت سرعة الرياح 55 كيلومتر في الساعة. أيضا الرؤية الأفقية لا تزال جيدة، وهناك فرص أن تقل مدى الرؤية الأفقية بسبب نشاط الرياح المؤدي إلى إثارة الغبار على بعض المناطق المكشوفة. أما الطقس المتوقع في منتصف هذه الليلة بمشيئة الله، استمرار في الرياح النشطة نسبيا، قد تصل سرعة الرياح إلى 40 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة في منطقتي شقاي وسالمي 33 درجة مئوية، المناطق الوسطى والساحلية متفاوتة ما بين 35 إلى 38 درجة مئوية. مع بداية دخول ساعات صباح الأولى ودرجات الحرارة الصغرى متوقعة إن شاء الله في يوم غدا، متوقع أن تتفاوت ما بين 30 درجة مئوية في المناطق الغربية من البلاد. المناطق الساحلية والجزر متفاوتة ما بين 33 إلى 36 درجة مئوية. متوقع أن تكون سرعة الرياح الشمالية الغربية في بداية يوم غدا السبت من 12 إلى 38 كيلومتر في الساعة، ولكن ابتداء من منتصف النهار يكون هناك نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تصل إلى 55 كيلومتر في الساعة، تؤدي إلى إثارة الغبار خاصة على المناطق المكشوفة وكذلك المناطق الصحراوية شمال غرب البلاد. درجات الحرارة قد تصل إلى 51 درجة مئوية في مدينة الجهرة وضواحيها، كذلك شمال البلاد في مزارع العبدلي 50 درجة مئوية، المناطق الجنوبية في مزارع الوفرة أيضا 50 درجة مئوية متوقعة. المناطق الساحلية بشكل عام والجزر من 44 في الجزر إلى 50 درجة مئوية في مدينة الكويت. أما بالنسبة للأجواء البحرية المتوقعة أعزائي المشاهدين خلال 24 ساعة القادمة، المتوقع تراوح ارتفاع الموج ما بين 3 إلى 6 أقدام. ما ننصح بممارسة الأنشطة البحرية خلال يوم وباشر، ومن ثم تبدأ سرعة الرياح تقل وكذلك تعتدل حالة البحر بشكل عام. أما بالنسبة لي التيارات لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 3:59 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 5:22 دقيقة، موعد أذان المغرب الساعة 6:17 دقيقة. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله، سماء صحو بشكل عام، درجات الحرارة العظمى شديدة الحرارة متوقع أن تتفاوت ما بين 47 إلى 50 درجة مئوية، كذلك درجات الحرارة الصغرى من 33 إلى 37 درجة مئوية، استمرار في الرياح الشمالية الغربية. باكر راح يكون يعني هناك نشاط في الرياح، قد تصل سرعة الرياح إلى 55 كيلومتر في الساعة، تبدأ تقل تدريجيا سرعة الرياح ابتداء من يوم الأحد والاثنين، تصل إلى 42 كيلومتر في الساعة. إلى منتصف الأسبوع القادم تتحول الرياح إلى رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة بشكل عام. أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة، والآن نعود للزملاء في الاستديو.